ناوي على ايه يا مينشو؟ هي لو مشيت وتمت زي ما انا عاوز هتبقى عملية العمر، وهتكسر كل ارقامك القياسية اللي فاتت، ولا تخليك كده احسن؟ احسن الوقعة في عملية زي دي هتبقى القاضية. بلاش مخاطرة. ايوة اهدى كده وخليك في الامان، لان اللي في دماغك ده مستحيل يتم. سندوتشاتك يا فاطمة. شكرا يا عم. خلي بالك من نفسك. عم أنس. نعم فطي. ما تزعلش مني، ما تزعلش مني يا عم. في حد يزعل من انت برضه؟ طب ما تعيطش بقى. وانت كمان بتعيط. انا ما بعيطش، انا بضحك. وانا كمان ما بعيطش، انا بضحك. عمي انا بحبك قوي. وانا بحبك قوي يا حبيب عمك، بس انت معاك حق، في حاجات غلط انا كنت بعملها، بس من هنا ورايح مش هتتعمل، ومن هنا ورايح مفيش غير الصراحة المطلقة والمواجهة. المواجهة؟ ايوه المواجهة، حتى مع اقرب الاقربين. تبقى المواجهة والصراحة المطلقة هم درس النهاردة يا عمي. بعد اذن حضرتك. فطين. نعم عم. نسيت السندوتشات. على فكرة بقى عم أنس، مواجهة بمواجهة، سندوتشات الفول والطعمية اللي حضرتك بتدهاني كل يوم دي بتبقى باردة ودلع وملهاش طعم. خلاص بعد كده نغيرها، بلاش سندوتشات الفول والطعمية، نمشيها جبنة بالقوطة. صباح الخير يا فاطين بيه. المواجهة والصراحة المطلقة. على فكرة بقى جعيدي، انت جبان. اني جبان يا بيه؟ جبان وبتخاف وما بتختشيش. اني يا بيه جبان وبخاف وما بختشيش؟ ياه للدرجة دي مش مقصر. بص يا جعيدي، ما تخافش ما تخافش، تعال تعال. بص عايزك تنسى اللي انا عملته فيك ده يوم الخميس خالص، كأن كان حد يعني غير اللي عمله. انسى انسى. جد يا فاطين بيه؟ جد يا جعيدي. اكتاه الواحد يرجع يضحك معاك تاني يا ابو الفطاين يا عسل. مش للدرجات يا جعيدي. حاضر يا بيه. مرسي. صباح الخير يا استاذه مروه. صباح الخير يا مستر فاطين. أستاذة مروة، أنا آسف لو كنت زعلتك قبل كده، بس أنا عايز أقولك على حاجة، لأنك أنت إيه؟ إنسانة مهذبة ومحترمة، صدقيني أنت تستاهلي أحسن إنسان في الدنيا. ميرسي يا مستر فاطين. وكمان مش عايزك تزعلي من خطيبتي لمياء. خطيبتي لمياء دي قلبها أبيض جدا، هي أي نعم يعني شعنونة حبتين، لكن هي كويسة. أنت عارفة؟ أنا برغم شعنينتها دي إلا إني بحبها جدا وبموت فيها وعمري ما هزعل منها، وأنا عارف إن أنت إنسانة كويسة وقلبك أبيض أنت كمان ومش هتزعلي، صح؟
ربنا يوفقكم مع بعض يا مستر فتي. متشكر جدا يا استاذه مروه. بعد اذنك يا مستر فتي. اتفضلي. لما انا كنت انا سمعت كل حاجه وحبي زاد ليك اكتر وقت. لمياء انا كنت عايز اقول لك على حاجه بس بصراحه. عارفه بتحبني وبتموت فيا صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه تانية بصراحه. عارفه بيتغير عليا من الهوا الطاير صح؟ صح، بس انا كنت عايز اقول لك على حاجه ثالثه بصراحه. فاطين يا حبيبي انا مش عايزه اسمع اي حاجه دلوقتي، هسمعك بعد المدرسه بقلبي اوكي؟ هسيبك بقى عشان ماتش البيج بونج. باي. لا 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 لا. منك لله يا ميشو، يعني هي كانت ناقصة جنان. هوب 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 هوب. ايوه كده، ايوه يا سيكا. هوب رجليك لفوق. ايه عرايسنا الحلوين مصحصحين كده على الصبح ورايحين فين؟ هنكون رايحين فين يا ميش؟ رايحين النادي طبعا. اصل سميرة سمرتي قالت نلعب شوية رياضة وبعدين هيجي لنا المحامي علشان المشروع اللي هنعمله انا وهي مع بعض، سلسلة محلات اس سلسلة محلات. بالتوفيق يا وسيم. اس بالتوفيق يا حبيبي، بالتوفيق. يلا يا سيكا عشان ما تأخرش. هوب هوب سيكا. بقيت سيكا يا سيد. هوب هوب. يلا اشتغل اشتغل. هوب هوب اشتغل يا وسيم. هوب هوب هوب. خلوا بالكم من بعض، ها امسكوا في ايدين بعض يا عرايس. ما تخافش على ابوك يا. هوب 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 هوب. سارة؟ ألو؟ أيوة سارة. لا هبقى أحكي لك لما أشوفك. إيه؟ أحب طبعًا، ده ركوب الخيل ده هوايتي أصلًا. خلاص ماشي، هغير هدومي وأجيلك. يلا باي. ركوب خيل إيه بس؟ إمبارح الأوبرا والنهاردة ركوب الخيل. يا ترى هتودينا فين يا سيفاطين تاني؟ الو اشجان هانم. انا بخير الحمد لله. افضي نفسي. حاضر حالا مسافه السكه. مع السلامه، مع الف الف سلامه. ترى عايزاني ليه؟ يمكن ابنها فهمي رأي يعني؟ يمكن. على العموم أنا متفائل، أنا متفائل جدا. شمس قلبي بيقولوا يا حكاية العمر كله، يا فرحة عمري كله، عمري كله. شمس قلبي بيقولوا يا فرحة عمري كله. السندوتشات طعمها يجنن، تحفة. بس برد قوي ودلع كمان. بالعكس دي لذيذة قوي. قولي بقى ايه الحاجة المهمة اللي كنت عايز تتكلم فيها معايا بصراحة؟ بص بقى لمياء، الصراحة يعني إن أنا لمياء بحبك قوي وبموت فيكي، وربنا وحده هو اللي أعلم والله العظيم. بس أنا النهاردة بقى في يوم الصراحة العالمي ده عايزك تركزي كده يا لمياء معايا، وتكوني ياريت 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 يعني تكوني هادية على الآخر. أهو أنا مركزة وهادية. أنت غمضت عينيك ليه؟ أصلي بصراحة بتكسف، وبعدين دي أول مرة. لا فتحي عينيك فتحي عينيك يا بنت، انت فهمتيني غلط خالص. ايه يا فطير؟ مش ده الكلام اللي انا اقصد فيه. انا عايزك يعني تسمعيني كويس يا لمياء. طيب انا سامعاك اهو. يا لمياء ليه بس انت مصدغالي؟ الله، عايزك تركزي بقى يا لمياء يا حبيبتي بقى. طب
بصي بقى لمياء، الصراحه اللي انا عايز اقولها لك يعني ده غير بقى صراحه ان انا بموت فيك وبحبك وكده يعني، ويا ريت تكوني هاديه. يوم الخميس اللي فات لما انا بقى كنت ماشي معاكي كده وضربت العيال الصيع، ايوه كنت جامد، كنت بطل، كنت اسد، كان يوم تحفه. اصبري بس اصبري، يمكن تغيري رايك. ايه؟ يوميها بقى ايوه انا ما كنتش انا، ما انا عارفه كنت اسد كده، كنت شهم، كنت شجاع قوي. ايه؟ ما كنتش انا، كان اخويا ميشو. ايوه. وايه اللي خلاه يعمل كده؟ انا اللي طلبت منه كده. وانت طلبت منه يعمل كده ليه؟ ما هي دي بقى لمياء تاني صراحه. بصراحه بقى ميشو اخويا مش سوي، فانا كنت عايز اوريله يعني عالم غير العالم بتاعه علشان اغيره. وانت ما قلتليش ليه؟ ما هي دي شروط اللعبه، ان احنا ما نقولش لحد علشان الامور تمشي طبيعيه. ويعني ايه هو مش سوي؟ ما تتكلم انت. يعني بس والنبي عايز اكتب هادي. يخرب بيت هادية، ما تتكلم بقى. حرامي. ايه؟ لص يعني. يعني اللي كان ماشي معايا في المدرسة ده حرامي؟ ايوه. ايوه. يا لهوي. لمياء. الهوني يا ده. لمياء لمياء. لمياء. طب استني بقى، طالما وصلت يا لهوي. والحقوني انا وفرجت علينا الاجانب يا لمياء. خدي بقى الكبيرة علشان تكمل. في تاني؟ ايوه اصبري اصبري اصبري. بابا سيد الحاوي. ماله حرامي هو كمان؟ برافو عليك يا لمياء. انا عارف ودهم نعيان. وسميرة سمير مراته. مالها حرامية؟ لا بابا الحرامي اتجوزها علشان يلهب فلوسها. يا نهار اسود. يعني انا وقعت في عيلة كلها نصابين وحرامية؟ لا يا لمياء احترمي نفسك، العيلة مش كلها حرامية. لا نصها بس اللي حرامية. انا حرامي، انا وعم انس حرامي، انت عارفانا كويس يا لمياء. وبعدين شفت بقى انا ما كنتش عايز مساعده بابا ولا ميشو في جوازنا. ازاي جوازنا؟ هو انت لسه بتتكلم في جوازنا؟ ده انت بتحلم. ليه يا لمياء؟ خد يا فطين السندوتشات، امسك الدبله بتاعتك دي، مش عايز اشوف وشك تاني. يا كداب يا خيل يا حرامي. وعلى فكره بقى السندوتشات كانت مسخه ودلع. ها يا لمياء، مسخه ودلعه بعد ما كلتيهم يا لمياء. كان اسد وبطل وشجاع، وعرفت ان هو حرامي رميتيلي الدبله في وشي. دي اخرتها يا عم انس، دي اخرتها. لازم يعني تديني حبوب الصراحه وتقولي المواجهه حتى مع اقرب الاقربين. اهي رميتلي الدبله في وشي اهي، وبقت ابعد الابعدين.